كان لهم شراكة مع عائلة بوش في أمريكا. عائلة بالله دي كان لهم شركاء مع بوش. إيه هذا يعني على قديم. عهد لا على عهد الشيخ سالم شيخ بكر ولا قبل؟ عهد الشيخ سالم بعدين الشيخ بكر يعني أعتقد يعني، لكن تأسيسه كان في عهد الشيخ سالم يعني. هذه شلون بدت العلاقة يعني؟ هنا نتكلم عن أمريكا وعائلة بوش، وإحنا قاعد نتكلم عن بن لادن حضرموت وجدة، فشلون صارت العلاقة؟ العائلة يعني تشبعت، جدي تشعبت بشكل كبير. جدي كان تزوج من سوريا ومن مصر ومن بعض دول الخليج، ومن يعني تزوج كثير. وبعدين كان رجل متحرك يعني، كان رجل له مكانة كبيرة في ذلك الوقت يعني، يعرف ملوك وحكام ويعني في المنطقة العربية. ويعني هذا اللي مهد الانفتاح لأولاده يعني، وكان منهم الشيخ السالم هو اللي كان يعني سبحان الله يعني خرج من المنطقة العربية إلى المنطقة الأمريكية أو الأوروبية أو إلى كذا يعني. وأيضا العمل أو النشاط كان كله في مجال المقاولات والتجارة مع عائلة بوش مبدئيا. والله ما أعرف تفاصيل بالنسبة لعلاقة بوش، بس علاقة تجارية كانت يعني، علاقة تجارية في أمر ما يعني، أو شركة ما أو مجال ما.